حضرات السيدات والسادة، توصلت ببارك التقدير والاعتزاز بضمير ملكي شريف أمر بتعيين وكيل الملك في الملكية الغالية، فإن إحساس آخر بثقل المسؤولية وجسامة الأمانة امتازني منذ توصلي بهذا التكليف الملكي السليم. حضرات السيدات والسادة الأفاضل، إني أتعهد أمام الله وأمامكم بكل مسؤولية وتفاني وعن وعي بكل التحديات والرهانات أن أساهم بكل جدية في الرفع من إشعاع النيابة العامة بهذه المحكمة بما يوازي حمولتها التاريخية وحجم الكفاءات الاستخار بها ومد جسور التواصل مع كافة الفاعلين في حق العدالة ومع السلطات العمومية خدمة للصالح العام. هذا الحفل البهيج الذي أسسه بتنصيب السيد الوكيل الملك على رأس هذه النيابة العامة، ونتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة بإشراف مع المسؤولين المباشرين وبتنسيق وتكامل وتعاون مع جميع فعاليات مكونات العدالة في هذه الدائرة الخارجية. والسلام عليكم، وباسم جلالة الملك ركعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكركم على حضور هذا اللقاء وهذا الحفل الذي تم فيه تنصيب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة. أعبر لكم عن اعتزازي العميق وتقديري البالغ للثقة الملكية الغالية بتعيين وكيل الملك لدى هذه المحكمة العريقة باقتراح من المجلس على السلطة القضائية. وكما جاء في مرافعتي بجلسة التنصيب، فإنني يعني أتعهد بأن أكون في خدمة المواطن، أن أساهم في تنزيل وتنفيذ السياسة الجنائية، وأن أعمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتسهيل ولوج المرتفقين للعدالة ودراسة قضاياهم داخل الأجل المعقول الذي نص عليه دستور المملكة. بطبيعة الحال هذا سيكون بمعية الفريق الذي يشكل النيابة العامة للمحكمة الجزائية بالقنيطرة، كذلك بتعاون وثيق مع رئاسة المحكمة وتحت إشراف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.